السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا حبايبي؟ معاكم مطبخ فاطمة. النهاردة بقلي بطاطس، بعمل سجق. طبعا السجق قبل بعمله مش بعمله على طول كده، بجيب مية واسلقها فيه، بعد كده اصفي المية دي. اهو شايفين هو بيسلق ازاي يا حبايبي. المية دي هتترمي طبعا، طبعا هتترمي. دايما اعمل السجق كده عشان خاطر ما يكون فيه ميكروبات ولا حاجة. هنرمي المية ونصفيها اهي، هوت رميناها اهي كده عشان خاطر لو اي حاجه فيها واصب، اي حاجه يعني مش نظيفه، تبقى ايه. نجيب طاسه نعمل سجق وبطاطس محمره خفيف خفيف. البطاطس اهي انا خلطتها، انا هعملها في رغيف هي والسجق مع بعض، واوريكم ازاي يا حبايبي. تبقى جميله قوي واطفالكم يحبوها، الطريقه دي جميله قوي هتعجبكم. طبعا انا خرطت قرن فلفل يعني صغير مش كتير، على قطايه، على طماطمايه، بسيط بسيط، طماطمايه صغيره. طبعا فلفل اسود اهو، وهعمل طحينه جنبها، وبطاطس اهي بحمرها. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. هنجيب اللهم صل على النبي وبارك على سيدنا محمد. طبعا هعملها بالزيت، بلاش السمنه عشان هي اصلا فيها دهون كتير. بدايه صغيره مش كتير، بس كده حلو قوي. حط عليها الطماطم، طبعا التصبيره بتخش على طول في التحمير. نحط عليها بردك تشوتشي، المعلقه الزيت ده هيسخن اهو، هنعمل عليه الطماطميه دي خفيف خفيف، تبقى جميله جدا واكل خفيف. الواحد طبيخ والحاجات دي، نخمر الفلفلايه دي مع الطماطم دي، تحميره حلوه. هعمل عليها شويه عشان تشتغل، طبعا نطلع فيها البطاطس. اكلها جبتها قوي 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 ان شاء الله. بصوا حبايبي طلعنا البطاطس اهي، طبعا بقى نحمر الفلفل مع الطماطمايه، ونحط عليها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبس رمان بيبقى طعمه حلو لله. وانا عاملاه في البيت اهو، جبس رمان عاملاه في القناه فاطمه. حط ندعم يعني المزازه بيعمل طعم حلو قوي اهو، ما شاء الله ما شاء الله. نعصر بردك نبهة ليمون، فوق قطعناه اهو. طبعا بعد ما سرقته في الميه سلقه واحده كده ورميت الميه بتاعته، هننزل بيه حطينا ده الفلفل الاسود، ده صغيره الفلفل الاسود اهو، هو في كل حاجه، بس بردك ايه بنحب الفلفل دايما في الاكل اهو. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدنا محمد. هنقلب، طبعا هو في ملح وفي كل حاجه، مش محتاج ملح. ليه بقى انا سلقت السجق؟ عشان خاطري واحد بردك لو في ايد ماسكاه يعني اي حاجه مكروب اي حاجه تطلع منه لما يتسلق على النار. حلو لما يتسلق على النار بيبقى نظافه، و يعني السجق من مكان نظيف يعني اكياس مغلفه، بس ايه بردك ايه لازم نسلقه سلقه واحده، يعني مش سلق كتير، سلقه واحده بس عشان الميه بتاعته ايه اي حاجه فيه مش حلوه تطلع، ماسكه ايد اي حاجه احسن ما تغسلوه اهو كده. هنحط بردك ملعقه ملح صغيره، جامده قوي اهو. جربت السجق بالطريقه دي جميله، وجبت سلمان بيدي طعم حلو قوي قوي ومزازه، وبيتعمل بيعملوه في البيت كمان. انا عملته في البيت والله لحد دلوقتي موجود عندي ومحتفظ بيه بقيمته وكل حاجه، والطريقه عندكم في القناه. ده السجق اهو ممتاز، طعم جميل. طبعا البطاطس دي انا احط عليها نبعه ملح صغيره وكمون
هنطبط الطحينه كمان اهو كده اهو. قبل ما السجق يستوي نحط بقى الكمون، نعمل شويه طحينه حلوه جنبها، نضيف ملح صغيره، شويه خل، شويه خل صغيرين، هنقلب تقلبه حلوه. بص يا حبايبي هنحط نص الليمونه كمان، حطيت خل وحطيت كمون وملح، نحط نص الليمونه بيبقى حلو قوي في الطحينه، تبقى جميله جدا جدا طعمها حلو. طبعا السجق اتعمل اهو، انا هعمل سندوتشات اهو مع البطاطس المحمره، هنقلب. بص يا حبايبي حطينا في الرغيف طحينه كده من جواه، وعملنا رغيف زي اللي بيبقوا في الشوارع كده بس احلى طبعا، ده انضف. حطينا اهو كل واحده فيها طحينه، هنجيب السجق اهو ندخله جواه كذا سجقايه كده اهو، هوريكم انا احطه وبعد كده اوريكم حبايبي. اهو يا حبايبي عملت اهو السجق زي المحلات واحلى والف مره، على الاقل حاجه نضيفه بتعمليها في البيت. بتجيب البطاطس المحمره وبتجيب السجق طبعا نكهة تكوني بتحبيها، وتكون زي السجق الاطياب وكده الحاجات اللي هي المشهور الحلوة. طبعا انا جبت السجق اهو سلقته في شط مية بتغلي ورميت المية بتاعته، وطبعا جبت قطاية وطماطماية وفلفلاية وحمرتها في شوية زيت صغيرين، نتعة زيت عشان هو بينزل، وبعد كده رميت عليه دبس رمان وفلفل اسود، ورميت عليه السجق وحمرته تحميرة حلوة قوي قوي قوي، وجبت البطاطس حمرتها طبعا انتوا عارفين طريقتها سهله. وبعد كده اللهم صل على النبي جبت الطحينه حطيت عليها شويه خل وليمون وندعه ميه صغيره وقلبتها جامد، قوامها كده حلو تقيل. فرشت بيها الرغيف والعيش، لسه جايبين العيش ده طازه طبعا انا وفاطمه وجبتنا ده. فرشت الرغيف العيش وحطيت فيه اللهم صل على النبي البطاطس المحمره، وبعد كده السجق من فوق اهو. ده بقى فضل ده نص انا هاكله ليا، لكن فاطمة كل واحد رغيفين. اللهم صل على النبي. انا وفاطمة اهو الوجبة بتاعتنا الجميلة اهي يا حبايبي، جميلة وسهلة مش صعبة خالص، عملوها ببيتكو جميلة جميلة، واكل خفيف وسهل، وده اكل يعتبر اكل زي اللي بياكلوه من التيكاوي، بس ده حاجة نظيفة وجميلة. يا رب يعجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.